معلش عليك الشغل يا حبيبي يا حبيبي قال لو بعت لي الختام هتعب مشي والله زعلان هي مش والله هي دوا بتاعتي الله يسعدك انا مدير النار ده انا مثل الجنة وأنهار من
مشكور جدا يا شيخ، ربنا يبارك فيك. سيبك من الساعة يا شيخ محمود. خليك يا بسم الله وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والشمس والفتحة كلام كثير لسه بدري. ايوه اشرب ميه كده. فلينظر الانسان مما خلق. مدد يا رب، مدد يا رب. فلينظر الإنسان مما خلق. يا سبحان الخلاق العظيم. الله أكبر يا شيخ.
خلاص وراك العظيم. خلق مما والقمر
الله عليه. صدق الله سيدنا النبي عليك يا عم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم اجعل هذا القران الكريم الذي استمعنا اليه ربيع قلوبنا وذهب همومنا واحزاننا وانت لكل رب الراحم الكريم تجعل قبره روضة من رياض الجنة وأنت الحكمة معه على خير يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا إخوان الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تداهى على المسامع حضراتكم زالكم العلم القرآني الإذاعي القارب الحاج الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي قبيلة القاري الشيخ